حكينا عن sets اوكي وحكينا عن countable و uncountable sets و عن finite و infinite sets تمام اوكي more on sets اوكي هلا نحكي the set A again حسب الconvention اللي عندي the set A is a subset of another set B طلعوا هلا هذا again it is binary operator okay but هذا binary operator left hand side binary okay both two operands left hand side and right hand side are sets فبحكي إنه ال A set A is a subset of B يعني كل ال elements اللي ب A موجودين ب كل الاليمنتس هاي معناها كل الاليمنتس اللي بA موجودين بB هلا B ممكن يكون فيها اليمنتس زياده عن A اور اوكي ممكن ما فيهاش ممكن الست A والست B انهم فيهم exactly the same exactly the same elements لانه الست عباره عن subset من نفسها صح تمام اوكي جود هلا في عندنا الامبتي ست الامتي ست اللي هي has no elements برمز لها بالرمز phi or curly brackets وما فيش عندي اي elements فيها تمام هلا الphi or الامتي ست عباره عن subset من كل ايش من all of all other sets شو هم هذول all other sets اي set بالدنيا تتخيلها الphi بتكون subset منها تمام ال i ال 5 تكون subset منها اوكي هلا راح نضل هون نيجي نحكي عن عندي given situation or given case scenario or given example هلا بنيجي على situation معين اوكي اوكي or experiment معين وهي اللي راح نصير نستخدمها بعدين اوكي تتخيل اي شيء الاوتكم من هذاك السيتويشن اوكي الاوتكمز اللي ويل بي برودوسد فروم ذات سيتويشن كل الاوتكمز هذول بتاخذهم بتحطهم ست هاي بسميها شو بسميها يونيفرسال ست برمز لها بالرمز بيج اس فشو هي اليونيفرسال ست بده يكون عندك سيتويشن محدد اوكي اوكي في منه اوتكمز كل الـ outcomes اللي will be produced from that situation تأخذ كل الـ outcomes اللي ممكن يطلعوا اللي ممكن يطلعوا أوكي وتحطهم ستة بتكون universal set أوكي تمام هلا السيتس الباقيين أوكي فالـ universal set عبارة عن set of all outcomes in a given situation اللي هي بتكون وهي أكيد راح تكون الـ largest set ليش لأنها فيها كل الـ outcomes أوكي تمام هلا السيتس اي ست ثانيه غير اللارج سيت شو هاي بتكونوا اكيد بتكونوا سبسيتس من اس ليش لانه اس اخضت كل الاليمنتس اللي ممكن تتخيلهم تمام فاي ست ثانيه فبتم يكونوا اكيد ايش الاليمنتس اللي بهذيك الست موجودين اكيد باس اجين هذيك الست بتكون ايش سبسيت من اس خلينا ناخذ اكزامبل على كل الامور هاي اوكي تمام والامور اللي حكينا عنها يعني سو فار اوكي اليوم اوكي اكزامبل اللي هو 1.11 اوكي ففي عندي هذول 1 2 3 4 5 6 sets طلعوا هذول عباره عن 6 sets اوكي خلينا اول شيء نعملهم كلاسيفيكيشن نشوف مين الكاونتبل ومين المش كاونتبل نشوف مين الفاينايت ومين مش فاينايت خلينا نيجي على الاي شو الاي شو الـ A؟ تخيلي إنها تكون countable ولا uncountable؟ It is countable. Finite ولا مش finite؟ Finite. 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 لأنه عدد الإلمنس هلا لو أجيت حكيت لك قديش عدد الإلمنس عن A بتحكي لي أربعة والأربعة أقل من الإنفينيتي فـ It is finite. و It is countable. أجي ليش countable؟ لأنه عاملين لها listing. Okay. فالـ A عبارة عن countable و finite. Okay. طيب B Incountable. ليش على السريع بس عاملها listing عاملها enumeration بقدر هذول اعملهم ما بين على الاي اصلا هاي اصغر هاي نص الاي
أو أقل من نص الهاي لأنه حتى الصفر. أوكي. Is it finite؟ قديش عدد الإليمنتس اللي هون؟ Infinite. لما أحط ثلاث نقاط معناته it goes on and on and on. ما بقدرش أحط كل الإليمنتس. أوكي. فهون تكون إيش؟ عبارة عن عدد الإليمنتس infinity. فبكون infinite. هلا بنيجي على السي. السي بتحكي كل عبارة عن كل الأرقام all numbers المحصورين between the point five وال 8.5. أوكي هاي exactly هاي لو بدي أكتبها بطريقة ثانية هاي اللي بكتبها point كinterval من point five ل 8.5. تمام. فهون أكيد لما حكينا زي هيك أي فترة زي هيك شو بتكون هاي uncountable. وإذا أنها uncountable أكيد أكيد infinite. فهاي بتيجي مع هاي أكيد على عكس طلعوا countable في عندي تكون finite or infinite. بس إذا أنها infinite أكيد إذا أنها uncountable أكيد infinite. أوكي. الدي والإي عبارة عن countable زيهم زي الA وإيش وفاينايت عدد الإليمنتس. هون عدد الإليمنتس واحد هون عدد الإليمنتس واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ستة سبعة أقل من الإنفينيتي. F is F تشبه C. طلعوا كل ال all numbers المحصورين هاي اللي هاي اللي بكتبها بالصورة هاي كانترفل و 12. لو بدي الانتجرز اللي هون ما بكتبهاش بالطريقة هاي. أوكي لو في عندي جي وبدي الجي تكون كل الإيش الانتجرز اللي هون طلعوا شو لازم بعمل جي. فباجي بحكي إنه عبارة عن الجي ليتل جي بحيث إنه الجي عبارة عن سبست من الآي وآن الجي تكون أكبر من ناقص 0.5 وأقل من. هلأ الجي والأف هون مختلفة عن بعض. هاي فترة هاي انترفل فهاي اللي بتكون انكاونتابل وبتكون أوكي هاي غلط وان لازم تكون انفينايت انفينايت لأن ما فيش uncountable finite. تمام؟ تمام؟ آه يعني اليوم صرت مكتشف خطأين فأنتوا جايز معي صح؟ أنتوا بتصححوا أوكي؟ راح أنا أصححه إن شاء الله. أوكي؟ هلأ الجي هون بصير عبارة عن again لأنها subset من الآي طلعوا بما أنها subset من الآي الجي بتكون countable وبتكون finite. أوكي؟ تمام؟ بس الأف هون countable. الدي الدي ليست الامتي ست. الامتي ست تيك برمزلها بالرمز ما فيهاش ولا إليمنت. عدد الإليمنتس تاعونها زيرو هون عدد الإليمنتس واحد فهاي مش عبارة عن هاي فيها إليمنت. الإليمنت it happens to be zero but again this is not five. yeah. هلأ بحكي إنه الـ A عبارة عن subset من الـ B لأنه كل الإليمنتس اللي بA موجودين بB. الA subset من الC أكيد كل الإليمنتس اللي بA موجودين بC. الA subset من الF برضه كل الإليمنتس اللي بالA موجودين بالF. C subset من الF C subset من الF صحيح لأنه هاي على خط الأعداد الF بتكون هاي الزيرو هاي الناقص 0.5 لل 12 طبعا ناقص 0.5 excluded فبحط انت دائرة وال 12 included فبحط انت دائرة solid هاي دائرة مفتوحة هاي اللي هي الاف كل ال كل ال ايش النمبرز اللي هون السي نو السي اللي هي بتكون من هون من عند ال 0.5 لحد 8.5 خلينا نحكي لها 8.5 هاي عبارة عن السي وهاي الأف زي ما أنتم شايفين هذول
من هون لهون عبارة عن كلهم موجودين بالأف. فأجين C subset من الأف والD subset من الأف zero is in here. But D is not subset من C. Okay. والE subset من ال إيش من البي. الE subset من البي أكيد. Okay. لأنه هذول كلهم موجودين هون. Okay. ممكن أنك تقدر تكتب أشياء ثانية غير هذول كمان. تمام؟ تمام؟ واضح هذا الإكزامبل؟ واضح؟ واضح؟ الإكزامبل هذا وضح لنا شو يعني countable و uncountable، وضح لنا شو يعني إذا كانت countable يكون finite و infinite، تمام؟ واضح؟ واضح؟ تمام. وضح لنا شو يعني subsets، أوكي؟ تمام؟ good. good. questions على الإكزامبل هذا before moving on. questions يعني ال countable ممكن يكون subset من ال uncountable والfinite ممكن يكون subset من ال infinite بس العكس مش صحيح ولا واحدة ممكن وكلمة yes ممكن yes تمام صحيح yes مستحيل تلاقي set infinite تكون subset من set finite هاي different way to rephrase الجملة تاعتها ومستحيل تلاقي set uncountable تكون subset من set countable تمام؟ هي؟ آه بالضبط يب يب تمام أوكي خلنا نأخذ example ثاني اللي هو يحكي عن the universal set يحكي عن subsets أوكي تمام أوكي هلا consider the problem of rolling a die أوكي خلنا نوقف يعني الرولينج داي الداي اللي هو حجر النرد اوكي اللي هو في حجر نرد اربع اوجه بيجي هرمي اوكي وفي الحجر النرد اللي كلنا طبعا هذاك الهرمي بحياتي ما شفته شفت صور له بس ما شفتوش هو ما مسكتوش بيدي او حجر النرد اللي كلنا متعارفين عليه اللي هو 6 space اوكي داي اللي له 6 اوجه 6 اوجه وكل وجه عليه عدد داتس اوكي جيت هذا حجر اللي هو الداي هذا حجر النرد عملت له رولينج على الارض اوكي ولس انه نعتبر انه السطح اللي عملت عليه رولينج لهذا حجر النرد انه سموث بحيث انه ما يوقفش على كورنر او على ايدج على الحرف تاعه او على الزاويه فاكيد بده اكيد يوقف على واحد من الفيسز هلا بيضل عندي الفيس الابر فيس اوكي في عليه داتس انا اي ام انترستد انه اجين هاي لما احكي سيتويشن متذكرين اوكي اور اكسبيرمنت هاي بسميها اكسبيرمنت يعني ذس از كايند اوف اكسبيرمنت اني جاست رولينج ا داي ذس از ان اكسبيرمنت اور سيتويشن اللي اي ام انترستد ان اللي هو رولينج داي الهدف تاع الاوبجكتيف طلعوا I am interested in the عدد الداتس اللي وين موجودين showing على الأبر فيس هذول هاي الاوتكم من الايش من الاكسبيرمنت تاعيتي اور من السيتويشن تاعي متذكرين قبل شوي هذول كل الكلمات اللي حكيتهم حكيت اكسبيرمنت اور سيتويشن حكيت اوتكمز اوكي اوكي بالتالي هلا بقدر اعرف عليهم سوبر سيت اور universal set actually will be the biggest. Okay. واضح وين هون السيتويشن تاعي or experiment تاعي اللي هي عملية rolling الداي. Okay. والأوبجكتيف إني أعرف عدد الداتس okay اللي موجودين على إيش ال upper face. Okay. هلا هاي ال outcome تاعي اللي I am interested in. Okay. شو ممكن أنتوا again هلا كلكم تعرفوا إيش الداي. شو ممكن يطلع عندي ك outcomes؟ يس شو ممكن يطلع عندي كاوتكمز يا بده يطلع واحد عدد الداتس واحد يا اثنين يا ثلاث يا أربعة يا خمسة يا ستة صح في إشي غير هيك لا أوكي فهذول الاوتكمز كلهم تأخذهم بتحطهم بست فبتكون هاي إيش اليونيفرسال ست هاي هي اليونيفرسال ست ما بقدر أشيل الأربعة أو أشيل الاثنين ليش؟
لأنهم ممكن يطلعوا outcomes من هاي الاكسبيرمنت تاعتي. Likewise ما بقدرش أضيف السبعة ولا بقدر أضيف مثلاً الواحد ونص. ليش؟ لأنهم هذول مستحيل يطلعوا عندي كoutcomes. واضح؟ واضح؟ واضح إنه شو ال universal set how I هيك how I compose it يعني ها كيف بعملها structure كيف بوجد. لازم نقدر نعرف أيام لأنه من هون لآخر الفصل راح نضل نحكي عن universal set تاعتي. كيف بدي أجيب universal set؟ أول إشي لازم أيام طلعوا situation or experiment عندي تكون مفهومة بالنسبة لي. لو واحد بحياته ما شاف حجر الأرض ما بقدرش يعمل هذا الإشي لانه ما بعرف شو الاوتكمز اللي بدهم يطلعوا معه. اوكي فالاكسبيرمنت لازم تكون فولي سبيسيفايد يعني مشروحه بحيث انه اللي بده هو وونتس تو اتاك البروبلم انه يشل البروبلم تكون ايش عارف شو الاوتكمز يكون هيز اكسبيرينس بالسيتويشن. اوكي تمام جود. هلا هاي اللي هي السوبر سيت اور اليونيفرسال سيت اللي هم set of all outcomes set of all possible outcomes ال outcomes اللي ممكن يطلعوا عندي بالإكسبرمنت. أوكي ال other sets اللي ممكن تتخيلهم أو تعملهم enumeration بتكون أكيد subsets من هاي. شو subsets تاعون هاي؟ subsets تاعون هاي أكيد قبل ما أنسى الفاي أكيد subset منها لأنها الفاي عبارة عن subset من أي subset في الدنيا. الست نفسها عبارة عن subset of itself. بعدين تأخذهم element by element. الواحد كست عبارة عن subset. الاثنين الثلاثة الأربعة الخمسة الستة. بعدين تأخذهم شو pairs أزواج. الواحد والاثنين الواحد والثلاث الواحد والأربعة والواحد والخمس والواحد والستة. بعدين الاثنين والثلاث ما برجعش أخذ الاثنين والواحد لأنه أخذت لما حكيت عن الواحد والاثنين. الاثنين والثلاث اثنين والأربعة. بعدين تأخذهم ثلاثات واحد اثنين ثلاث واحد اثنين أربعة. بعدين تأخذهم أربعات بعدين خمسات بعدين ستات اللي هم عددهم بس واحد. واضح؟ لو إنه انطلب منا أكتب كل الست هذول بدي أتأكد إنه إيش ما نسيتش ولا واحدة. كيف بدي أعرف إنه ما نسيتش ولا واحدة بعد ما أكتبهم كاملين بعدهم؟ أوكي وبعد ما أعدهم ففي عندي هون نوت بحكي لنا إذا عندي ست أي ست بالدنيا سوبر يونيفرسال ست أو مش يونيفرسال ست إذا عدد الإليمنتس تاعونها هاي شو معنى إيش شو معنى الحكي هذا هاي الكاردينالتي أو الماجنتيود تاع الست اللي هو this is means the number of elements number of elements إذا كان n معناته عدد السبست لهذيك الست شو بكون 2 to the power n. فهذول قديش هون عدد السبست اللي هون بدهم يكونوا قديش بدهم يكونوا 2 to the power 6 اللي هم لازم يكونوا 64 ما بقدرش أكتبهم طبعا كله. okay. تمام فعندي أي ست بالدنيا و this is general مش خاص بالإكزامبل هاي general من هون تحدد this is general عندك ست قد فيها n elements عدد ال subsets بكون 2 to the power n. تمام good. كيف نثبتها why كيف نثبتها مين بيقدر يثبت لنا هاي إنه إذا عندي ست فيها n elements عدد ال subsets بده يكون 2 to the power n مين بيقدر مين بعرف كيف نثبتها اوكي okay. افرض انه الاس عندها فيها ان اليمنتس اللي هم هاي اس شو الاليمنتس اللي هم بغض النظر جنرالي اي 1 اي 2 اي 3 اب تو اي ان اوكي هاي الست اللي فيها n elements هلا حتى نقدر نثبت هذا الشيء ركز لي على subset واحدة
خذ سبست، اي سبست من هون السبست هذيك، خلني اخذ اشوف اذا بقدر اغير الكلام. بتغير كل شيء. تمام، نغير الكلر. تمام، نغير. اوكي تمام. هلا اي سبست الاليمنت A1 بده يكون موجود فيها او مش موجود، صح؟ بده يكون يا موجود فيها N، يعني يا موجود فيها يا مش موجود فيها. اوكي، يا بده يكون موجود بهذيك السبست اور مش موجود اور اوت. اوكي، الاليمنت الثاني يا بده يكون موجود يا مش موجود، والاليمنت الثالث وهكذا حتى الاليمنت الاخير، يا بده يكون موجود يا بده يكون مش موجود، صح؟ ممكن يكونوا كلهم مش موجودين تطلع عندي الفايل، ممكن يكونوا كلهم موجودين تطلع الست نفسها، مثلا هاي اكزامبل عليها. بط اي اليمنت ممكن يكون موجود بسبست اور مش موجود وما لهوش دخل بالثاني. فالاي 1 عندي كم طريقه ممكن اختاره؟ طريقتين، انه يكون موجود او مش موجود. الاليمنت الثاني يا بده يكون موجود او مش موجود بطريقتين، الاليمنت الثالث بطريقتين عدد وهكذا لحد الاي ان، يا بده يكون موجود يا مش موجود. اوكي، فهاي تساوي 2 ذا باور قديش يضل عددهم؟ ان. اوكي، او اذا مش you did not get this، خذ الاليمنتس. اوكي، خذ الاليمنتس اللي هم اوكي اوكي خذ الاليمنتس اللي هم الاي 1 اي 2 اي 3 اب تو اي ام. لما تكون فايل بكونوا كلهم مش موجودين. خلينا نعتبر لما يكونوا مش الشيء اللي مش موجود بحطه زيرو، هاي بتكون زيرو 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 زيرو، هاي بتطلع لي الفايل. ممكن يكونوا كلهم موجودين اللي هي بتكون هذا موجود وهذا موجود وهذا موجود وهذا موجود، هاي بتطلع اللي هي الست نفسها اللي هي اس نفسها. هلا هذول اي واحد فيهم يا بده يكون يا موجود يا مش موجود، اللي هو element by element بتاخذه، صح؟ بعدين two elements وهكذا. هذا عبارة عن كأني ما أخذته بالديجيتال إشي زي هيك، كأنه هذا truth table. أوكي، اللي ببلش من 0 0 0 0 ل 1 1 1 1 قديش هذا slice تاعه؟ 2 the power. هذول كم variable عندي؟ هذول كم variable؟ هاي تطلع 2 the power. واضح كيف نثبت هذا الشيء؟ واضح؟ واضح before moving on؟ واضح؟ Yeah, في questions؟ Before moving on, في questions؟ Questions؟ واضح؟ مفهوم؟ خلينا نحكي عن الفن دياجرام. Okay, just to review for you. الفن دياجرام it is شو الهدف منه؟ It is just graphical representation، graphical representation للsets. اوكي، فحكينا دائما لما يكون عندي given situation given experiment بيكون عندي شو؟ universal set. اليونيفرسال set برمز لها بالرمز s، وهاي graphically، هاي بالماثماتكس برمز لها بالرمز s، graphically برمز لها بالرمز بالشيب، بعمل لها الشيب اللي هو البوكس مستطيل او المربع. مش حكينا اذا في عندي ايش situation or experiment، ففي اكيد لازم يكون عندي ايش universal set. اوكي، هاي universal set بتكون اللي هي box or برمز لها بالرمز اس. باقي السيتس بهذاك situation اوكي or بهذيك الاكسبيرمنت بكونوا subsets، فبدهم يكونوا within كيف الشيء تاعهم زي ما بدك اعمله. اوكي، ف
فهون عبارة عن A, B و C عبارة عن subsets من الـ universal set. مش شرط يكونوا بس دوائر. أنا هون just trusted. هاي ممكن this is set. طلعوا ممكن أعمل شيء زي هيك. This is set D. Okay. ممكن يكون this is the set F. فلا. Okay. بس بكون within إيش ال إيش السبست اللي عندي هون. Okay. يعني contained here. Okay. تمام. Good. فهون واضح طلعوا فائدة البن دياجرام بيس على الشيبس والشيبس هذول بصير ايش بالنظر نيجي نحكي نيجي نحكي انه ايش بالنظر نحكي انه ال A وال B وال C they are contained sets عبارة عن sets contained within ال S فعبارة عن subsets من ال S ال B بقدر احكي انها subset من ال A صح لانها البي كلها contained within الاي الاي هاي الايش السيركمستانس تاعها اوكي البروميتر تاعها المحيط تاعها السي طلع شو هاي this is رح نيجي نعرف هذا الشيء السي is disjoint شو يعني disjoint منفصله السي واضح انها منفصله من الاي والسي منفصله من البي ليش ما فيش common elements between them اوكي ما فيش common elements يعني common elements عناصر مشتركة between ال A وال C وال B وال C فلما يكون ما فيش common elements between two sets هذول sets two sets بسميهم شو disjoint or بسميهم mutually exclusive نفس المعنى they are exclusive from each other or disjoint تمام good طيب معنا 4 دقائق yeah. اوكي نحكي عن set operations والset operations هون في questions by the way هون على الفن دياجرام في questions this is section 1.2 section 1.2 بتحكي عن set operations اوكي راح ناخذ different operations على sets اوكي اللي هم بنحكي عن الأول إشي عن الإيكواليتي والديفرنس نحكي إنه في عندي set A تساوي set B متى بحكي إنه two sets متساويين إذا كل الإليمنتس اللي بA موجودين بالB تمام هاي بتحكي إنه كل الإليمنتس اللي بA موجودين بB تمام يعني ولا في إليمنت بA مش موجود بB بس ممكن B يكون فيها elements أكبر من A هيك بتبطل يكون متساويين لازم يكون two sets بكون متساويين إذا كل ال elements اللي ب A موجودين ب B and بنفس الوقت إنه كل ال elements اللي ب B موجودين ب A فبنفهم من هذول الجملتين إنه ولا في element ب B زيادة عن ال element اللي ب A ولا في element ب A زيادة عن ال elements اللي ب B فأجيال ال elements اللي ب A نفسهم هم اللي ب B the same فأجين هون two sets بكون مشهور equal okay نحكي عن two sets إذا بدي أعمل subtraction or difference between two sets يعني بأخذ set A subtract set sorry set B subtracted from set A اللي هي A minus B تساوي C okay هاي تساوي C كل ال elements شو هذول الإلمنس هاي بتحط عليهم شروط الإلمنس هذول موجودين بA وإيش ومش موجودين بB بنفس الوقت يعني إذا الإلمنس موجود بA ومش موجود بB فهذاك الإلمنس بكون موجود بC إذا الإلمنس موجود بB بغض النظر هو موجود بA ولا مش موجود بA هذاك ما بكونش موجود بC واضح؟ واضح؟ إذا الإليمنت فأجين هاي تعني الإليمنت إذا إنه موجود بA طبعاً آن إذا الإليمنت موجود بA ومش موجود بالB بتكون هذاك الإليمنت موجود بالC
إذا الإليمنت موجود بالA وموجود بالE هذاك الإليمنت ما بيكونش بالC. إذا الإليمنت موجود بالB وموجود بالA فهذاك الإليمنت ما بيكونش بالC. إذا الإليمنت موجود بالB ومش موجود بالA بيكونش إليمنت بالC. فأول إشي لازم يكون بالA، بعدين لازم ما يكونش بالB. كيف هاي بوجدها؟ أسهل طريقة إنه بتيجي على الإليمنتس. إذا عندك C تساوي A ناقص B، C أول إشي بتأخذ الـ A كامل، تأخذ كل الإليمنتس بالـ A وتروح بتشيل منهم الإليمنتس اللي بالـ B. هاي أفضل طريقة، هاي أفضل طريقة. تمام؟ أوكي؟ إذا في عندكم questions بداية المحاضرة الجاية إن شاء الله تسألني. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.